كتير من الناس بيعتبروا 2014 سنة سعيدة جدا على السينما المصرية عشان أكتر من 30 فيلم نزل فيها. وطبعا فيلم الجزيرة كان من الأفلام الناجحة جدا اللي نزلت في الموسم الأخير للسينما. فإحنا كنا عايزين نحكي عن الحالة بتاعت فيلم الجزيرة عامة. طيب اول حاجه، سنه 2014 سنه فعلا سعيده على السينما المصريه، لان عدد كبير من الافلام اتعملت. وحاجه تانية مهمه جدا، ان منهم مجموعه من الافلام جابت ايرادات عاليه جدا، منهم الفيل الازرق جاب ايرادات عاليه جدا جدا، وكان تجربه جديده على السينما المصريه عامه يعني. ومنهم فيلم الحرب العالميه ده برضه حقق ايرادات فوق 30 مليون، والحمد لله برضه فيلم الجزيره. فالثلاث افلام جابوا تقريبا 100 مليون جنيه، فده انعش السينما. فالحمد لله ان الافلام دي جابت عائد، فده شجع المنتجين ان هم ينتجوا. واعتقد في 2015 هينزل افلام اكتر بكتير من 2014. تمام. بالنسبة للتعاون بقى والحالة بتاعت فيلم الجزيرة وان انتوا كنتوا فيلم تعاونوا، الجزيره كتب الجزء الاول محمد دياب، كان اخراج استاذ شريف عرفه. وطبعا سعيد جدا انا وشيرين باشتراكنا في الجزء الثاني. وانا اعتقد ان كان في تحديين كبار في فيلم الجزيره 2. اول حاجه ان الجزيره 1 كان نجاح كبير جدا جدا، وان الجزيره 1 كاتبه واحد بس، هو محمد دياب. فكان لازم اول حاجه نعدي هذا النجاح، ولازم يكون لنا بصمه لما نكتب ثلاثه، بخلاف لما يكون كاتب واحد. فاعتقد يعني ان فيلم الجزيره 2 كان في اختلاف في الروح عن جزيرة واحد. طبعا مش بعيد في جزيرة واحد، ده كان فيلم جميل جدا، ولكن كان في اختلاف، كان في لاين كوميدي، كان في لاين درامي اقوى شويه. انا اعتقد ان انا شاطر في الكوميدي، اختي شاطره، شيرين شاطره في شغل الستات والكيد والدراما النسائيه، يعني حاجات اللي علاقه بكريمه ومرات احمد السقا، اروى جوده يعني. كنا فاعتقد ان احنا الحمد لله سيبنا بصمه في الجزيره 2. طيب في حاجة كمان الناس كتير كانت بتسأل عليها، وهي البعد السياسي للفيلم، وإنه ناس كتير زعلت من محمد دياب وخالد دياب، وخصوصا إن ليكو كان مواقف في الثورة، فحسوا إنه ممكن الفيلم بيتجنى على الثورة شوية. احنا انا يعني مبدئيا كل اللي زعلوا عشان احنا خبطنا في من وجهة نظرهم خبطنا في الثورة يعني. فأنا أتفهم هذه وجهة النظر. وأنا شخصيا لو كنت اتفرجت على الفيلم مش ككاتب، كان ممكن أزعل جدا 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 من الفيلم. لكن انا مش دفاعي، ولكن انا اللي انا بقوله ان احنا كتبنا الفيلم في عهد الاسلام السياسي، ما كان هو بيسود. فكنا بنحط كنا حط كنا يعني ايه بننتقد فكره الاسلام السياسي وكل من ينتفعون باسم الدين بشكل اكبر، حتى من الاخوان. بنتكلم على شكل الداعشي او شكل بيت المقدس، وكل اللي بيستعمل الاسلام لمصلحه ما. وفي النهايه انا متفاهم وجهة نظر كل الناس اللي ليهم علاقه بالثوره او بيحبوا الثوره، وانا واحد منهم. وما اقدرش اقول غير ان انا يعني أنا مش عايز اقول انا اسف، بس انا يعني زعلان لزعلهم. الدفاع الوحيد هو ان الفيلم كتب في عهد ما وعرض، يعني التوقيت بتاعه كان مختلف. التوقيت كتب في عهد الثوره كانت منتصره، وعرض في عهد الثوره كانت مش منتصره، لحد ما منتكسه يعني. منتكسه. احنا كنا عايزين نسال على اجدد افلامك اللي لسه في مرحله التحضير، اشتباك وطلق صناعي، وايه ادوارك في كل واحد منهم؟ طيب اشتباك انا بكتب فيه، السيناريو انتهى كاتبه انا ومحمد دياب واخراج محمد، والفيلم بيدور كله جوه عربيه ترحيلات من الف للياء. الفيلم كله بيدور جوه عربيه ترحيلات، وبيخش فيها يعني ناس مختلفين عن بعض، فبنشوف هيتعايشوا ازاي الى ان يصلوا ان هم يطلعوا او ما يطلعوش. او فالفيلم كله صراع جوه بوكس، يعني زي ما نقول كده بنتكلم على مصر واحنا مزنوقين كلنا فيها بمختلف الاشكال ومختلف التيارات، ومفروض نعمل ايه. فيلم طلق صناعي ده كاتبه انا ومحمد وشيرين، واخراج ان شاء الله اول تجربه اخراجيه ليا، وان شاء الله يكون في شهر مارس بس. وبحاول بقى لسه بنتكلم مع ممثلين، ويعني باذن الله هنبدا في شهر مارس في التصوير ان شاء الله. ده البلان. احنا كنا عايزين نتكلم على حاجه كمان، فكره حقوق الملكيه الفكريه بالنسبه للبرودكتس بتاعت الميديا عامه او منتجات الميديا. الافلام بتتعرض طبعا انتهاك رهيب، فكنا عايزين نعرف اكتر من صناع السينما نفسهم. اكبر انتهاكين في لحقوق الملكيه الفكريه للافلام بيكونوا عن طريق قنوات بتبث من بره، او عن طريق الانترنت، مواقع، او بينزلوا الحاجات على اليوتيوب، او في مواقع محدده معروفه جدا جدا بتنزل الافلام المسروقه. هي طبعا مسروقه لان هي يملكها مثلا الشركه المنتجه اكس، فلما حد بياخد حق عرضها بدون اذن او بيعرضها بدون اذن الشركه المنتجه، ده بيكون سرقه رسمي. فده لازم يكون شيء معتبر
في القانون ان ده سرقه رسمي، فما ينفعش يكون انا عامل فيلم وبعدين الاقيه بعد 5 ايام او بعد اسبوع في قناه او قناتين بيعرضوه بجوده اتش دي في التلفزيون. يفترض ان انا اروح مجرد ما رحت الاسم وبينت ملكيتي لهذا المنتج لهذا الشيء ان القنوات دي تتقفل او القنوات دي تتمنع. حد هيقول لي بقى ان هي ممكن تكون القنوات دي بتبث من بره، فلازم يكون في بروتوكول للتعامل مع هذه القنوات والتعامل مع الميديا على انها منتج مملوك لشخص او لجهه، لان الحاجات دي السرقه يعني بتتسبب في خسائر فادحه للمنتجين، وكل ما المنتجين يخسروا كل ما هيقللوا من الانتاج او مش هينتجوا خالص. انا منتج وجربت والفيلم اتسرق وما كتبتش حاجه من السينما، فمش هبطل انتاج. موضوع صعب جدا. طب طيب ربنا يوفقك ان شاء الله في الفتره اللي جايه والافلام ما تتسرقش. يا رب واحنا مبسوطين جدا ان احنا كنا معاك. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك يا رب.